كان ساكن جسمها 18 جن من جنسيات مختلفة، منعوها من الجواز علشان بيحبوها وحفظوها القرآن بأكثر من 8 لغات. قصة حياة الفنانة زوزو شكيب أغرب من الخيال، ونهايتها المأساوية توجع القلب. تعالوا نقول لكم الحكاية فيها إيه. زوزو شكيب من زمن الفن الجميل، ومن فينا يقدر ينسى ملامحها اللي كانت بتساعدها تعمل أصعب أدوار الشر بكل سهولة، وهي كانت أخت الفنانة ميمي شكيب، وهي كانت متميزة بجمالها وهيئتها واهتمامها بنفسها، كانت طول الوقت بتسعى تكون في أحلى وأحسن صورة. اللي كانت مؤثر على مسيرتها الفنية مش الإنس بس، هو كان الجن، ما كانش سايبها في حالها. زوزو شكيب كانت مغرمة بجمالها، وكانت طول الوقت بتحب تقف قدام المراية، وبعد فترة القريبين منها شافوا تصرفاتها عليها غريبة، ولما بدأوا يسألوها عن السبب تصرفاتها دي كانت بترد وتجاوب مش هي اللي بتعمل كده، ده الجن اللي ساكنها هم اللي بيحركوها كده. زينب كانت طول عمرها عندها خوف من العفاريت والجن، وعلشان كده عندها يقين ان بالفعل كان فيها جن ساكنها، ولما كان حد بيسألها انت متأكدة ليه من الكلام ده كانت بتجاوب وبتقول علشان قوامي ممشوك هو السبب، لاني بيحبوا يستقروا في اجسام البنات الحلوة، وكان يسكنها من جنسيات مختلفة منها الجن السوداني والجن التركي والجن الفرنسي وجنسيات تانية مختلفة. زوزو حاولت بكل الأشكال إن تطردهم من جسمها، علشان كده كانت دايما بتتردد على زيارة بيوت أولياء الله الصالحين، لدرجة إنها فقدت كل ثروتها على الموضوع ده، لأن جلسة الزار وقتها كانت 250 جنيه، وده مبلغ ما كانش موجود مع أي حد، لكن إنها كانت على استعداد تشتغل مقابل أي حاجة تخليها تروح الزار علشان تحمي نفسها من الجن. ومش بس كده، تعلمت القرآن الكريم بثمان لغات. صحيح إنها كانت متعلمة ومعها كذا لغة، لكن سبب الفضل والأول والأخير للجن هم اللي عرفوها وعلموها حاجات كتير، وإن هي حتى نجاحها في التمثيل بسبب قوتهم. لكن في كل ده كان عندهم شرط وحيد، إن زوزو ما ينفعش تتجوز أبدا، ولو حصل جسمها هيولع بالنار وهتموت في وقتها، وده اللي خلاها طول عمرها وحيدة، لدرجة إنها حتى إما ماتت محدش حس بها إلا بعد أيام. تفتكروا فعلا الجن كان ساكن جسم زوزو شكيب، ولا ده كله حكاية من روح الخيال؟ شاركونا الرأي.